لو الحكاية فيها إن فيتو ساعدهم ماديا بتوفير فرص عمل عشان الشخص احنا بنساعد يعني من خلال علاقاتنا بالمصانع بالشركات كده. لو حد مثلا ما عندوش شغل بنحاول من خلال علاقاتنا نلاقي شغل للناس الموجودين الاعضاء. طبعا ما بنساعدش حاجه ماديه، دوب بنساعد نفسنا، ما فيش الفند ده. الفيجن بتاعنا للمستقبل ان احنا نقدر نساعد الناس الاقل حظا، يعني الست اللي هي بتبقى ما عندهاش اي معين، ما فيش اي كده. لو واحد من الايام ان شاء الله في المستقبل يعني بقى عندنا مركز وبقى عندنا كل اللي موجودين هيساعدوا بالحاجه اللي هم يقدروا، مثلا نعلم محو اميه، اللي هيعلم انجليزي، موسيقى مثلا. عندنا دكتوره موسيقى قالت انا لو عملتوا المركز ده انا ممكن ادي حصص فري للموسيقى للاطفال بتوع الشوارع او اللي ناتجين عن طلاق او كده. لو لقوا حاجة يعملوها بره، في سنترز بكل حي، في سنتر بتاع أطفال أو يوث بيقولوا لهم اللي هم شباب بيمتصوا طاقتهم. أيوة لازم بيتعلموا يغنوا، بيتعلموا مارشال آرت اللي هي الدفاع عن النفس، بيتعلموا ميوزك، بيتعلموا لغة، أي حاجة تاخد الوقت وتشانل يعني كل الجهد بتاعهم يخش حاجة مفيدة هيبعدوا عن الشارع. طيب يعني وحابة أعرف منك الخطوة اللي جاية فيما يتعلق بجماعة الثقة المطلقين، هتبقى احنا بصراحة عملنا زي بوز كده الفترة اللي فاتت عشان ما عندناش مقر وما عندناش حاجة رسمي ده، وابتدينا دلوقتي شوية شوية نصح الموضوع ونطلع الناس اللي في الفيسبوك اللي موجودين على الاكاونت بتاعنا اللي ما عندهمش. طبعا ما فيش ورق، مش هنلم منهم ورق، بنحاول يعني، بس فصفصفنا كده على عدد معين وهنبتدي تاني من اول وجديد اول ما نلاقي مقر. وشروط ما احنا اتكلمنا فيها، الشروط اللي هي يبقى جامعي، يبقى المقر الجديد هيبقى له رسوم معينه، فاللي بيشارك اللي اكيد هيبقى الاعضاء هيتقسم الاجار بتاعها على الاعضاء المشاركين، يعني هيبقوا انفولف في الحاجات بتاعتنا، يعني كل واحد بقى في ميتنجز وعارفين احنا بنعمل ايه والكلام ده عشان ما حدش هيقدر يشيل الموضوع لوحده يعني. بس يعني حضرتك مش معايا في انها لو بدات تبقى يعني مثلا اللي بيحضروا فيها يبقى مثلا ليهم راتب معين، لا اللي لا بيقدم لا لا يعني. هي الاساس في الموضوع انها كلها فولنتري ورك، انها كلها اعمال يعني انت عايزه تقدميها للمجتمع بتاعك. فكل واحد بيجي اللي يقدر عليه يساعد الناس بطريقته، طبعا لا الناس اللي يحبوا يساعدوا فبس. اوكي طيب، في عشان ما نوصلش لمرحلة الطلاق، يعني الأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، يمكن انت قلتيها في البداية بس لو حابين نسردها في 1 2 3 يعني. ما هو صعب لما بقى اول الجواز صعب، يعني اول جوازة بتبقى صعبة، لا ما حدش يسمع كلامك. انا نفسي يبقى في مادة تدرس في الثانوية العامة تأهلك لدخول الجامعة، وعشان يحصلش الجواز العرفي الكتير اللي بيحصل في الجامعة، ويفهموا انه الموضوع مسؤولية، مش موضوع بس اتنين لقوا مكان وكتبوا ورقة ولا عملوا مش عارفة ايه وده جواز، لا ودي كمان بتخش في مواضيع الطلاق برضه. يهيأ لي لو اتعملت كمادة في الثانوية العامة، مادة رسوب وحضور وغياب وكل يعني حاجة رسمي، اللي هي ايه مادة تعلمهم تأهلهم ايه يعني جواز، ازاي تختار شريك حياتك، الحاجات تدور عليها، مش حب وغرام وخلاص مش شايف اي حاجة. دي يعني هتأدي ان الناس تفهم ان الموضوع مش لعب، علشان ما يحصلش طلاق في السيكتر اللي هو بين 25 لل 35، دي هتحد بالموضوع ده شوية. محاضرات في الجامعة، كل دي حاجات ممكن تأثر في اختيارات الشخص، مثلا بتدور على ايه، تفهم نفسك، حاجات كورسات انك تفهم نفسك وتعرف انت بتدور على ايه. التنمية البشرية بقى. ايوة بالظبط كده. طيب انا في النهاية بشكر حضرتك وبتمنى ان يعني ربنا يوفقك في القادم فيما يتعلق بالجزء. امين. عشان كده قاعدة when you know more، لما تعرفي اكتر اصعب انك ترتبطي. صحيح.
فيجو.